مرحبا، معكم توني، واليوم راح احكي شوي عن الميديوم فورمات. ليه العالم بال 2024 بعدهم بيستعملوا ميديوم فورمات؟ كلنا بنعرف انه هلا التكنولوجي صارت كثير ادفانس، ديجيتال كاميراز عندهم فيري هاي ريزولوشن سنسرز، عندهم دايناميك رينج كتير عالي وهاي اي اس او بيرفورمانس. وليه بعد الميديوم فورمات بعده مرغوب وبيستعملوا؟ انا برايي في اربع نقط اساسيه، اللي هي توناليتي وريزولوشن ودبث اوف فيلد، واخر وحده اللي هي اهم وحده اللي هي كومبريشن، احكي عنها بالاخر. اول شيء شو التوناليتي؟ التوناليتي بالمبدا هي مسافه اكبر عم تشتغل عليها. يعني اذا بتشوفوا المسافه بين، رح افرجيكم بالفيلم، اذا بتشوفوا هيدا الفرق بين 35 مليمتر وميديوم فورمات، this is 6x9 على اليمين وهيدي 35 مليمتر. سو لاحظوا الفرق، هذا اول فرق بسيط فيكم تشوفوه بين اثنين، ميديوم فورمات اكبر من الفول فريم طبيعة الحال. شو بيأثر؟ يعني شو نتائج هذا الشيء؟ اول شيء التوناليتي، بطبيعة الحال مسافة اكبر عندك مسافة تقدر تحط فيها ديتيلز اكتر. يعني اذا انا برسم، بعطيكم ورقة هالقد بقولكم رسم لي عصفور عليها، ترسم عصفور. اذا اعطيتك ورقة هالقد وقلتلك رسم لي نفس العصفور، رح تقدر تحط تفاصيل اكتر. يعني عيونه صار فيك تحط اللمعة ويمكن ريفلكشن لانه عينه صارت هالقد. سو كل ما يكون مسافة اكبر كل ما عندك مساحة تقدر تحط تفاصيل اكتر، واحد. اثنين، سو هيدي ريزولوشن بتفرق معك. اثنين، عندك توناليتي كمان. اذا بعطيكم ورقه هالقد بقول لك حط لي زيح من الابيض للاسود، كم زيح فيك تحط بسبيس هالقد؟ فيك تحط مثلا 50، خلينا نقول يعني اسود جري غامق، جري غامق، افتح 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 توصل للابيض، تقريبا بتحط لك 50 زيح بساعه. اذا اعطيتك ورقه هالقد قلت لك عمول نفس الشيء، يمكن تحط 200-300 زيح بساعة. So it becomes smoother transition من الأسود للأبيض أو من حيال للون لحيال للون يعني. So التوناليتي شغلة كتير أساسية بحجم السنسر، بيت ديجيتال سنسر أو فيلم. هذا الشيء ما فيك تاخده، it's physics، ما فيك تاخده بتكنولوجي. خلص مسافة أكبر بقدر تحط تفاصيل أكتر. So هاي شغلة تالتة. شغلة تالتة هو depth of field. هلا مثل ما بيقولوا الكل انه medium format you get a shallower depth of field، مزبوط ومش مزبوط. مزبوط لانه هالنتيجة اللي بتشوفها دغري. يعني مثلا اذا عندي F2 على full frame و F2 على medium format، ال F2 على medium format رح تشوفها انه background is blurrier. ليه؟ مش لانه اكبر الفورمات، مش مخص، هو الفكرة انه تتاخد نفس الفيلد اوف فيو. يعني هذا اللي انتم شايفينه، هذا الفيلد اوف فيو اللي عم تتطلعوا فيه، اذا انا واقف نفس المسافه تاخد نفس الفيلد اوف فيو بالفول فريم بده يكون، خلينا نقول معي 50 مليمتر، بالميديوم فورمات بده يكون عندي خلينا نقول 100 مليمتر تقدر اخد نفس الفيلد اوف فيو من نفس السبيس. يعني فرق الفوكال لينث وفرق الفوكال لينث بالنسبة لقد ايه الديستنس، قد ايه انا بعيد عن السبجكت. يعني انا واقف من هون للكاميرا تقريبا في تقريبا نص متر او متر، خلينا نقول عم صور ب 50 مليمتر، تقدر اخذ نفس النتيجة بدي يكون واقف كمان متر بس معي 100 مليمتر. سو ال 100 مليمتر كونها صارت قريبة على السبجكت عم تصوره، it can blur the background more. So الموضوع اكتر معقد من هيك، بس anyways هيدي بس تفسركم انه shallow depth of field بالميديوم فورمات it's not because of the medium format it's because the focal length. يعني اذا انا عم بستعمل 50 مليمتر واقف نفس المحل رح يطلع لي field of view واسع wide angle، بس رح يطلع لي نفس depth of field من ال 50 ال F2 اللي انا واقف هون. So هاي شغلة. واخيرا هي الكمبريشن. شو هو الكمبريشن؟ اوكي، هذا الموضوع حبيت بس رح فرجيكم شوية جرافات بس تقدر اشرح لكم اياها بطريقة اوضح. يعني وحدة فول فريم وحدة ميديوم فورمات، وثلاثتهم ميديوم فورمات حطت 6x7 as an example لانه بيفرق، ومعي 50 مليمتر على ثلاث كاميرايات. اذا واقف نفس المسافة
وثلاث كاميرات عليهم 50 مليمتر بالكروب سنسور APS-C رح اقدر صور راسه بس للزلمة. بالفول فريم رح اقدر اخذ من راسه لخصره تقريبا. وبالميديوم فورمات بالخمسين مليمتر اللي هي صارت اكويفلنت لـ25 عم بقدر صور من راسه لاجريه كله. So, نفس الفوكال لينث على different sensors نفس المسافة عم بيطلع لي نتيجة مختلفة different field of view. هلا اذا بدي يكون انا واقف نفس المسافة من السبجكت وبدي يطلع لي نفس النتيجة الفيلد اوف فيو بده يكون عندي ديفرنت فوكال لينث. يعني باخذ 33 ملم على ال APS-C اللي هي اكويفالنت ل 50 بيطلع لي تقريبا نفس النتيجه. ونفس الشيء على الميديوم فورما بدل ما استعمل 50 بستعمل 100 ملم بس بوقف نفس المحل لل 50 بيطلع لي من راسه لخصره. سو هون تقريبا بتقول طلع نفس الشيء بس غيرنا الفوكال لينث. مزبوط. بس اللي فرق ديستنس ما فرقت. شو فرق؟ فرق الكمبريشن. اوكي هلا بنحكي عن الكمبريشن. واخي اخيرا اذا انا حاطط ثلاث كاميرات 50 ملم وتقدر يطلع لي النتيجه نفسها بدي اكون واقف في الديستنس بدها تفرق معي. يعني اذا معي الاي بي اس سي بدي اكون واقف بعيد عن الزلمه السبجكت تبعولي تقدر اخذ من راسه لخصره تكون equivalent لل 50 مليمتر. وإذا بدي أخذ medium format معي 50 مليمتر بدي يكون مقرب كتير 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 عليه. أوكي لأنه هي equivalent صارت ل 25 مليمتر تقدر أخذ من راسه ل من راسه لخصره. So distance هون اختلفت. حكيت قبل شوية من ثانية على ال compression. هيدا الفرق بيناتهم. مبدأ هون هيدي example of ثلاث صور مصورين من نفس ال distance عن السبجكت بديفرنت فوكال لينث. يعني هلا قلنا اول شيء اذا وحده عم تستعمل 33 ملم وحده عم تستعمل 50 ملم وحده عم تستعمل 100 ملم. بس بالجراف اللي قبل شفنا انه كانه عم نصور الزلمه نفس النتيجه عم تطلع لنا. بخصوص السبجكت تبعنا نوعا ما نفس الشيء بس اللي فرق معنا هو الباك جراوند. يعني اذا بتطلع هون بتشوف الوايد انجل الجبل بالباك جراوند بعيد مبين وصغير. كل ما تقرب بالفوكال لينز كل ما تروح مور تيليفوتو ستاندرد لينز بتحس صار طبيعي بالسايز الطبيعي. التيليفوتو بتحس الجبل قرب عليه لدرجه انه ات كفرد ذا هول فريم يعني بطل في سما مبينه. سو هون الكومبريشن صارت مختلفه. هيدي هي الكومبريشن. سو هيدا الفرق بين اللوك. هلا ليه انا عم بقول انه الميديوم فورمات لوك هو مختلف عن الفول فريم لوك؟ كل هالقصص اللي عطيتكم اياها الانفورميشن هو تقلكم الكونكلوجن. الفرق انه الميديوم فورمات لوك انت عم تقدر تاخد وايد اور وايدر فيلد اوف فيو بس عم بيطلع لك كومبريشن تبع تليفوتو. هذا الفرق. حاجة عيدة. يعني انا اذا عم صور ب 100 مليمتر على ميديوم فورمات انا عم باخد فيلد اوف فيو اوف 50 كأنه عم صور ب 50 مليمتر. بس الفرق وهيدا هو الميديوم فورمات لوك هو الكمبريشن تبع الصورة. يعني الباك جراوند والفور جراوند بقربين على بعض والهيدا عم باخد هيدا الكمبريشن تبع لنس اللي هي 100 مليمتر لأن أنا عم صور ب 100 مليمتر. سو هيدا الميديوم فورمات لوك اللي بيقلك فيك تصور واحد جسمه كامل وتحس بعده الباك جراوند بلوري وبتحس الباك جراوند هيك مقرب عليه. سو هيدا اللوك التليفوتو لوك بس with a wider field of view. This is the medium format look. هلا بدك تقول في شي طريقة واحد يقدر ياخد على his crop sensor او full frame digital camera مثلا يقدر ياخد هيدا اللوك؟ في طريقة انا لقيتها ورح اعمل فيديو قريبا ان شاء الله فرجيكم كيف how to do it actually بس اخبركم كيف. هي بكل بساطة you get a telephoto lens
something equivalent ل 100 مليمتر او شيء من النوع او whatever يعني فيكون اقل يعني بس انه تقدر تشوفوا الايفكت بوضوح. مثلا انا عندي الاي بي اس سي حتى عندي لانس اللي هي الفيلتروكس 75 مليمتر اف 1.2 هي equivalent ل 112 مليمتر اف 1.2 so it's kind of a telephoto لانه هي already 75 نوعا ما ومع aperture 1.2 اللي هي very wide so بعدين ما اذا اخذت صوره لسبجكت واقف بعيد عني مترين ثلاثه رح اقدر اخذ بس راسه من هون هيك portrait look لانه it's compressed 112 مليمتر تقريبا عم باخذ so بقدر اخذ بس راسه من هون. هلا depth of field عم بيطلع لي f 1.2 which is يعني بالميديوم فورمات خلينا نقول على 6x7 maybe 2.8 او 2.4 مثلا. So موضوع ال depth of field حليته. موضوع الريزولوشن عندي هلا ديجيتال كاميراز عندهم 50 و 100 ميجا بيكسل مش اشكال سو ريزولوشن حلت. التوناليتي ما رح اقدر اجيبها لانه اوكي في دايناميك رينج وفي كل بدكم اياه بس انه هيدا الشيء ما رح اقدر اجيبه unless وكمان اصلا ما رح كتير يبين unless انت عم بتشوف عم تعمل بيج برينتس يعني اذا عم ديجيتال عم تطلع على سكرينز وسوشيال ميديا وهيك ما رح تحس الفرق. بيبقى في الكومبريشن كيف بدي احصل على هذا الكومبريشن ب سمولر سنسر مثلا بكروب سنسر باخد 4 صور او 6 صور يعني باخد صوره لتسي عم بتصورني انا هيك كروب سنسر باخد صوره من هون هيك هيك وحده برجع باخد صوره البارت التحتاني برجع باخد صوره هالميل وبرجع باخد صوره الربع الفوقاني لتسي اصبت على 4 باخد 4 صور in Photoshop or in Lightroom I combine those four together. So شو طلع عندي؟ طلع عندي depth of field بس اكيد بدك تعمل lock للاكسبوجر ولكل التفاصيل تما يتغير يعني بين صوره وصوره. So طلع لي اول شيء resolution I multiplied the resolution ب 4 يعني انا let's say عندي 25 or 26 megapixel ضربها ب 4 صور صاروا 26 يعني تقريبا صرت حوالي 100 و104 اللي هن 104 ميجا بيكسل. اول شيء ربحت ريزولوشن. اثنين بعده عم باخذ كومبريشن تبع تيليفوتو لينس نوعا ما هي ليتس سي 75 او بالحاله ايكويفالنت ل 112 وثالثا عم بطلع لي 4 صور سو بطلت عم باخذ كلوز شوت فور ذا هيد صرت عم باخذ وايدر فيلد اوف فيو عم صور لانه عم باخد 4 صور او فيك تصور 6 او اللي هن سو صار عندك وايد انجل فيلد اوف فيو بس تجمعهم الاربع مع بعض بس وذ تيلي فوتو تايب اوف لينس. سو هيك الطريقه الوحيده اللي ممكن تاخد ميديوم فورمات لوك ب فول فريم او اي بي اس سي. هلا اي بي اس سي مضطر تصور اكثر من 4 لانه السنسر بعده اصغر بس انه بالمبدا this is a good way to try جربوها ممكن تحصلوا على الميديوم فورمات لوك. اذا بدكم في اعمل فيديو تيستينج وفرجيكم كيف بينعمل هالشيء وكيف بعدين بنرجع بنجمعهم بفوتوشوب او بلايت روم whatever او السوفت وير تستعملوا how to combine those four together. So basically هذا اللي كنت بدي احكيه اليوم عن الميديوم فورمات لوك اللي كل عالم بيضيعوا فيه اوقات ما بيعرفوا شو هو. So ترجع عيد هي الفرق بيناتهم الريزولوشن محلولة لأنه صار عنا ريزولوشن بنيو كاميراز. depth of field منه مشكلة لأنه صار عندك هلأ full frame lenses فيهم 0.95 أو f1 so you can compensate. الشغلتين اللي هني ما بينعملوا هي التوناليتي والكمبريشن واليوم قلت لكم كيف تعملوا تحلوا مشكلة الكمبريشن سوري ما قصدي اليوم قلت لكم كيف تحلوا مشكله الكومبريشن. بيبقى عندكم التوناليتي سو اي جس ميديوم فورمات راح يضل ربحان. هذا كان كل شيء لليوم. اذا عندكم سؤال حطوا لي بالكومنتس داون بيلو. بليز تذكروا تو لايك شير اند سبسكرايب ونشوفكم مره ثانيه. تشيرز.